هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا في نفس اليوم، نفس اليوم اللي تحكم فيه قائد القتال العسكري لولاية تيزي وزو، تحكم ضابط بتهمة الانتماء لحركة الماك. هي بالنسبة للنظام القبائل كامل ماك، بالنسبة للنظام القبائل كامل ماك، واي واحد ناس بزاف ناس دخلوا باش يزوروا عائلاتهم داخل من مهجر وقفوهم. واحد لقاني في المطار في باريس قال لي هبط لانه نسيبوا فرحات عندهم نسبه بعيده، راجل نحل الباسبور قالوا تريح انت تارك معك حتى جرا وكذا منه. وصاب واحد جنرال معرفة قديمة تربى معاه صغير وكذا، باش جابلو باسبور وقالو روح تروح ما تزيدش الدور حنا. الضابط هذا اللي حاكموه نهار 2 فيفري حكموا عليه بسبع سنين سجن، خمس سنين سجن. هو على حساب مصادر يعني اللي يقولوا بلي اعترف بانتمائه للماك، وحسب الملف اللي داروه له قلوب اللي صابوا عنده تبادل رسائل قصيرة مع فرحات مهني. لما جاني الخبر اتصلت فرحات وقال لي ما عندي حتى تبادل، يعني راجل في الحبس ما بقاتش، والراجل قال ايه انا في الماك، قال مي هنا من معك ما عنده حتى تبادل مع عسكري. قال سوف لا السيد ما قالش بلي راهو عسكري لان عندي تبادل مع كثير من سكان بلاد القبائل، شيء طبيعي مسؤولين رابلي تاع معك ما عنده حركه كبيره تنشط عنده. لا قال ما نقدرش نعرف لا عسكري ولا راهو سيفيل، ولكن ما عندناش ضباط اللي متصلين بها كلام. دور كاين احتمالين، اما الضابط جابها رجله قال ايه انا بيسكو يعذبوا ويضربوا كذا ما قدرش يشد قال ايه انتمي للماك، اما صح انتمي للماك ولكن ماهوش علنهم على انه عسكري هذا حر فيه. ولما حكموه يعني هاو قالوا الطير الحر كي تحكم ما يتخبطش قال ايه. وعلى كل حال انا ميل ثاني للطرح اللي يقول انه السيد هذا باش اكيد عذبوه ضربوه كذا قال ويراني كذا باش يحبسوا عليه العذاب يقول لكم نروح نضرب باش نضرب حبس ويقيلوني. هو الانتماء إلى حركة سياسية بالنسبة للعسكريين ممنوع، معروف أنه ممنوع. كانت موالية أو ضد يعني حتى يعني قبل 88 قبل مؤتمر 89 تاع حزب التحرير كان 20% من أعضاء اللجنة المركزية ضباط من الجيش ضباط سامو. لما جات التعددية قال ضباط العسكريين يخرجوا من حزب التحرير، وعلاش؟ لانه انا تولي انا مانيش مرغم نتبع حزب التحرير، انا نروح ناضي في حزب اخر كضابط
على حسب نظر في جبهة التحرير وانا الذي مش وقع ما بقاش. ولكن في بلاد اللي يعني تدفع مواطن باش يكفر ببلاده وحده باش يخرج ضد يعني حتى الوحدة الترابية تاع بلاده. لما نتكلم على الماك، الماك هذا زعيم ديالو فرحات مهني عمر ما كان يفكر باللي يجي نهار ويطالب يقول لنا ما عادش ما بقيتش جزائري، انا ماني جزائري وانا ندير دولة تاعي وحدي. عمر ما كان يفكر فيها. بابا مات من اجل تحرير الجزائر. بابا نهار اللي مات الله يرحمه ما صابوش رجال باش يدفنوه، لانه رجال تاع القريه ديالو كلهم ماتوا ولا راه كانوا في الجبال. انسان انسان يدفنوه. شوف يعني فمن اللي دفعاته القريه من اجل تحرير الجزائر قريه فرحه مهني وعائلته. بعد سيد ناضل من اجل حقوق الانسان دخل الحبس، ناضل من اجل الديمقراطيه في الجزائر راه له صحابه بعده وبعدوه، ناضل من اجل الرقي الثقافي ومن اجل احياء الثقافه الاصليه اللي هي الثقافه الامازيغيه. يشوف كل البيبان توصد في وجهه، كل البيبان يتغلقوا في وجهه. من بعد يشوف باللي في بلاده في المنطقة ديالو في الدوار ديالو ناس يشكيو من الجوع، يشكيو من قلة الماء، يشكيو من مكان لا تنمية لا خدمة لا والو. وعلاش؟ وهذا صاير لكل المدن والولايات الجزائرية، ولكن هو كان قلبه ما يقبلش. قالوا علاش؟ دونك في هذه الحالة يا خويا قال صدقني كان عنده خيارين، اما انه يطالب يعود مواطن فرنسي وياخذ الجنسية الفرنسية وقال نسلك راسي انا يعني وش موفو على الباب، اما قال لا انا يا ناضل من اجل الجميع ماشي من اجلي انا على روحي برك، ما يا اخويا المنطقه تاعي كامله لازم تفتح وتخرج من هذا القرون نديروا الدوله. هذا طلع الواحد كيفاش يشوف، الواحد كيفاش يشوف. لو خذ الجنسيه الفرنسيه، شوف لو خذ الجنسيه الفرنسيه يعود يلعب دور سياسي في فرنسا ويجي يدافع عن النظام الجزائري لانه تكون عنده عقده منه باش ما يقولولوش راك فرنسي راك دا كيما دايرها واحد، اي واحد برلماني فرنسي يتكلم مليح على قضايا المواطن الفرنسي وخاصه الفرنسي من اصول مغاربيه واصول اجنبيه، بعد سيد ولا عاد دوكا يدخلنا في الشؤون تاع الجزائر. ناقل حبس ستوبس وراح نتكلم عليه. على كل حال نخصص له لحظات ليه خاصه، وانا هنا نتكلم على كريم زربيب مانيش تاع ليه انا، كريم زربيب قال خويا تا خيرت تكون فرنسي وبارك الله فيك والله احسن ما فعلت. هاي نقول لك احسن ما فعلت، انا ما كانتش عندي الشجاعه نغير جنسيتي ننكر جنسيتي ولا نروح ناخذ جنسيه فرنسيه حتى وان ما نقدرش ثاني نخدع فرنسا. قال لا باسكو نديها ما نحبش فرنسا بصح جوست على جال الكواد. انا اليوم مهدد في الجواز تاع السفر تاعي، الجواز تاعي ما يجدهوليش، لازم نشكي بيو وكذا كيما موالف نشكي وندير وبعد نجيو كي الكلاب يمدوا لي الجواز ديالي. هذا ولكن
سلمين ما يعرفش هذا الوضع اللي يعيش فيه أنا مثلا، اللي يعيش فيه فرحات، اللي يعيشوا فيه آلاف الجزائريين اللي مبقاو مسكين بالجنسية الجزائرية. باش حنا طنوها، ممكن ايه ممكن ممكن نكونوا طنوها، يعني كي أنا كي زوجتي كي ولادي كامل ناسيوناليتي ألجيريان، ما كاش بي ناسيونال، مالكش مطمئن ممكن. ولكن اللي خدا جنسية فرنسية ينشط في الحقل السياسي الفرنسي يقول هكذا، مادام فرنسي على الأقل استغل الحرية اللي موجودة في المجال السياسي الفرنسي وانشط، وذاك راح نفس انك ما تقدرش ديرها في الجزائر، بصح ما تكونش وصية عليا ولا على الجزائر. ما تجيش تقول راه مليح النظام هذا، ستوب، انا نقول لك حبس. إلا راه مليح ادخل الجزائر للسجن الجزائري وتشوف شي مليح. تجيش دير هذا هو اللي. دونك عاود الموضوع هذا الضابط اللي ما عليه بخمس سنين سجن، انا نسيت نقول لهم يعني اذا الجيش قولوا ولاو مناضلين تاع الماك فيه غلقوا البوتيك، او غلقوا البوتيك راكم فاشلين. ربي يقدر خير بلادنا ونكملوا هذا لايف. قبل ما نكملوا كاين موضوع تاع كرة القدم نتكلموا فيه بعد الجينكل.